يقول السائل: بعض الناس إذا اشترى سيارة أو بيتا جديدا ذبح على ذلك شاة ولطخ ببعضها ولطخها بالدم، هذا من أعمال الجاهلية ومن الشرك، لأنهم يعملون هذا للجن، يذبحون للجن من أجل أن لا يضروهم بزعمهم، هذا شرك بالله وذبح لغير الله عز وجل، خوف من الجن، هذه عادة جاهلية وعادة شركية، فيجب تركها والتحذير منها. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا نزلنا منزلا أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا نزلت منزلا في بيت أو في البر أو في أي مكان فإنك تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يعنون الجن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قالها المسلم فإنه لا يضره شيء ما دام في منزله ذلك. نعم.